السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد تكنو في فيديو جديد. الفيديو لهذا اليوم سأشرح لكم فيه موضوع في غاية الأهمية يتعلق أساسا بالفيسبوك، ففيه سنتعرف على من يتجسس على حسابنا فكيف تعلمون. وفي الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من المشاكل متعلقة بموضوع يعني وجود أشخاص يتجسسون على رسائل البعض عبر الميسنجر، وذلك بفتح الحساب الخاص بك مواجهة مع صفحتك لهذا الأخير. وبالتالي في هذا الدرس سأعمل على تحديد الشخص الذي بصدد التجسس على رسائلكم، كيف سأقوم بطرد هذا الشخص الذي اخترق حسابكم، وكذلك معرفته ومعرفة الاي بي الخاص به وفي أي مكان قام بتجسس على حسابكم، وما هو الجهاز الذي استعمله لكي يقوم باختراق حسابكم. ثم كذلك سأقوم بشرح بالطريقة الأصح كيف سأعمل تأمينا وحماية صحيحة لحسابي الفيسبوك كي لا يتعرض مرة أخرى للاختراق من طرف مجهول. وكي لا أطيل عليكم، تعالوا معنا إلى الشرح التطبيقي لكيفية عمل هذه الطريقة. إذن في البداية سأعمل على فتح حسابي الخاص بي، وذلك باستعمال جهاز الحاسوب إن كنت أنه فاعل الحاسوب، أو باستعمال جهاز الهاتف. ومباشرة بعد فتح حسابي سأذهب إلى الإعدادات بارامتر، بعد ذلك سأختار الحماية أو سيكوريتي كونيكشن. هنا سأبحث عن جلسات تسجيل الدخول التي قمت بها والتي تظهر في ضوء يعني في خانة فوكونيكسيون، يعني جلسات التسجيل التي قمت بالدخول عليها على حسابي، يعني سأذهب مباشرة وأنقر على إظهار الكل. يعني هنا تظهر لي قائمة بها عدة جلسات لفتح حسابي باستعمال مجموعة من الأجهزة سواء ايفون 7 ايفون او على متصفح الكروم باستعمال الهاتف، يعني بتواريخ عديدة. يعني فما كما قلت فهذه القائمة تظهر لي يعني الاجهزة التي فتحت حسابي دون ان اعرف متى واين. تواريخ كثيرة جدا، يعني استعمله أو هاتف غير الهاتف الذي أستعمله، يعني فإن حسابي هذا قد تعرض للاختراق. يعني فهذه القائمة تظهر الأجهزة التي فتحت عليها حسابي أو التي فتح عليها حسابي. فمثلا هذا الجهاز يعني هو جهازي الذي أستعمله لفتح حسابي، وهو الآيفون 7 بلس. قمت بفتح حسابي على تطبيق الميسنجر يومه الثامن جوان، ويظهر الاي بي الخاص بي. فان اكون انا مثلا ان لم تكن انت الشخص الذي قام بفتح هذا الحساب الخاص بك في ذلك الوقت، فاعلم ان جهازك مخترق او احد ما يتجسس عليك. وبالتالي في هذه الحالة يجب عليك أن تقوم بالخطوات التالية. سوف تقوم بالذهاب مباشرة إلى الأسفل، ستجد يعني خانة مكتوب عليها تسجيل الخروج من كل الجلسات سو ديكونكتي توت لي سيسيون. تقوم بالضغط عليها ثم تقوم بالضغط على تسجيل الخروج ديكونكتي. بعد ذلك سوف يقوم حسابي بالخروج من كل الأجهزة التي دخل عليها، تبقى فقط يعني الجهاز الذي استعمله في تلك الآونة، وهو الذي يظهر بعلامة أكتيف يعني أنه نشيط في تلك
الآونة. بعد ذلك مباشرة يجب عليك أن تقوم بخطوة هي الأهم. هذه الخطوة هو تغيير كلمة المرور، وذلك بكتابة كلمات المرور السابقة. كلمات المرور السابقة ثم إعادة كتابة كلمات مرور أخرى، ولكن هذه الكلمة مرور الثانية يجب أن تكون أكثر قوة من تلك الأولى. ثم أقوم بحفظ المعلومات. بعد حفظ المعلومات يعني سوف أقوم باختيار إظهار هذه القائمة. هذه القائمة توضح هل بإمكاني يعني الخروج من جميع الأجهزة التي قمت بالدخول عليها، أم أنني سوف أبقى متصلا. يعني سوف أقوم بالضغط على هذا الاختيار وأعمل متابعة. بعد ذلك سوف أذهب وأتأكد من معلوماتي الشخصية، يعني أن الشخص الذي قام بالدخول إلى حسابي هل فعلا قام بتغيير معلوماتي الشخصية أم احتفظ عليها. يعني ذلك بالذهاب إلى دائما الإعدادات للبارامتر، ثم هنا يعني أبحث عن هل الإيميل الذي أقوم بالدخول الذي استعمله للدخول بحسابي هو نفسه أم لا. يعني إن كان نفسه فإن أحافظ عليه، وإن لم يكن فإنني أقوم بحذفه وتبديله واستبداله بالإيميل الخاص بي. ثم كذلك سأذهب إلى خانتي الموبايل، وهنا يعني سوف أتأكد هل رقم هاتفي هو الذي يتواجد على حسابي. إن لم يكن رقم هاتفي فإنني أقوم بحذفه مباشرة ذلك الرقم الهاتف، وأدخل رقم هاتفي لكي تصلني رسائل تأكيد الدخول كل مرة أراد شخص ما الدخول إلى حسابي. وبالتالي فكل هذه الطرق هي التي تمكنني من وضع أمان جيد وبطرق جيدة لحسابي، كي لا أتعرض مرة أخرى لأي اختراق معين من أي جهة معينة كيفما كانت. إلى ذلكم الحين أصدقائي الأعزاء، وصلنا إلى نهاية شرحنا. أتمنى أن ينال إعجابكم وتكونوا قد استفدتم، فلا تبخلوا علي بآرائكم وكذلك بعمل شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قادم.